جمهور الاهلي. جوج مايز امبورتانت في اهم الماتشات دايما كنت بقول للاعبين احنا لازم نلعب كويس، لان باللعب كويس بنكسب طبيعي، نلعب احسن بنكسب، نلعبش للجماهير. Nós nascemos pobres todos. احنا بنلعب للجماهير، احنا اتولدنا كلنا فقراء، لازم نشتغل عشان احنا بنفرح الجماهير، احنا بنلعب لهم، وخصوصا الاكثر فقرا. اللي الناس ديت لما يصحوا للصبح بيقابلوا صعوبات الحياه. الفرحه الوحيده والعالم الوحيد، الحاجه الوحيده بتخليهم يضحكوا ويبتسموا ويغنوا ويرقصوا هو انتم. فلازم تكرموا الناس دي، لازم تكرموا الجمهور الموجود في الاهلي. ففي كل الماتشات اللي بيساعدونا فيها بمساندتهم لينا، كل مكان بنروحه نلاقي الاستاد احمر، الجماهير موجوده معانا. ومن البدايه للنهايه حتى لما ما بنلعبش كويس بيساعدونا دايما وبيساندونا، عشان كده احنا بنشتغل عشانهم، وعشان كده احنا بنعمل لهم الشو والعرض، وعشان كده احنا المفروض نفرحهم هم. ودايما بناخد في المقابل حب ومساندة كبيرة اللي بيدوها لنا دايما، اللي في اللحظات الكبيرة وفي اللحظات الحاسمة في النهايات الكبيرة هم كانوا بيساعدونا في اللحظات الصعبة ان احنا نقوم ونفوز بالماتشات عشان نهديهم الفوز والنصر ليهم. النصر بيروح لهم هم. اخر جملة اولتما نجاح مانويل جوزيه في جملة واحدة. انا طلبت ان يتكتب ويتحط في النادي هنا في الجزيره، المكان الفرع اللي احنا زرناه، نادي الاهلي في الجزيره. أسوأ من الحزن بعدم الفوز هو الخجل من عدم العراق الحرب. ده دي الجملة بتاعتي. ممكن نخسر بس لازم نحارب للآخر ونموت في الملعب لو محتاجين عشان نكسب. الفكرة واحدة دايما، اللعب كويس، لعب الكورة. لما كنت أبص لفريقي كنت ببص على الدكة بقول الفرقة دي بتلعب بالطريقة اللي عايز ألعبها، لو أنا عجباني طريقة اللعب يبقى الناس اللي في المدرجات برضه عجبها طريقة اللعب. أنا فاكر إن هم كانوا بيغنوا ده ما كانتش كورة، دي مش كورة، دي مزيكا. ده اللي كان بيدي الدافع، وده اللي كان بيدي الحافز. فدايما ما ندخلش على الماتش على انه مهزومين فيه، نعمل بنحارب لغايه الاخر.